أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، والتي نتحدث من خلالها حول جملة التطورات والمواقف السياسية للقيادة في ظل التصعيد الإسرائيلي اللافت والخطير الذي يطال مناحي الحياة الفلسطينية. وفي هذه الحلقة نتحدث في هذه المحاور: التفاف شعبي حول قرارات القيادة برئاسة السيد الرئيس ورفضها للضغوط للتراجع عنها. أيضا في المحور الثاني، القيادة تؤكد أنها في حالة انعقاد دائم لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا. وفي المحور الثالث، بمشاركة السيد الرئيس، مؤتمر لدعم القدس في جامعة الدول العربية الأحد المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بكم دكتور رمزي. أهلا بكم، مساء الخير لكم. مساء الخير ولجميع الإخوة المتابعين والمشاهدين. أهلا بكم. قبل أن نبدأ هذا الحوار مع دكتور رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نذهب إلى هذا التقرير للزميلة صفاء الهبيل، ومن ثم نعود وإياكم لمتابعة هذه الحلقة. وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. موقف وطني ثابت لا يسقط بالتقادم أو بمزيد من الضغط. موقف علني بكل المحافل الدولية تبناه السيد الرئيس محمود عباس، وأعلنه وامتشقه سلاحا دبلوماسيا في وجه إدارة البيت الأبيض، رفضا للضغوطات كافة التي ترمي لثنيه عن مواصلة تحركاته الدولية والتراجع عن القرارات التي اتخذها مؤخرا تحدد بموجبها العلاقة مع الاحتلال. يمثل خطاب السيد الرئيس محمود عباس في محافل الدولية كالعادة نقطة تحول للشعب الفلسطيني بعد كل خطاب، تتمثل في توضيح الانتهاكات الإسرائيلية في أراضينا المحتلة، وتتمثل في الانتهاكات التي دائما ما يعني تكون إسرائيل في هجماتها شرسة وهجماتها هجومية جدا على الشعب الفلسطيني. يوضح من خلالها السيد الرئيس بأن إسرائيل ليس لها مكان بيننا، وأن دولة فلسطين باقية وتتمدد بعاصمتها القدس الشريف وبقيادتها الفلسطينية الحكيمة، ومنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. شعبنا عانى الكثير من ممارسات الاحتلال السيئة، سواء في الإعدامات الميدانية أو في معاملة الأسرى، معاملة سيئة جدا. ونحن نقول هنا من غزة أننا مع سيادة الرئيس ونقف خلفه، نريد أن نحاكم الاحتلال. وفي الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال في إجرامه واعتداءات المستوطنين ضد المقدسات والاقتحامات اليومية والقتل والاعتقال والعربدة فيما يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، يقف أبناء شعبنا سدا منيعا خلف قيادته حماية للمشروع الوطني الفلسطيني ودعما وتأييدا لقرارات السيد الرئيس محمود عباس. نحن كشعب فلسطيني نؤمن بأن المقاومة الدبلوماسية لا تقل قوة عن أي شكل من أشكال المقاومة، لذلك فنحن دورنا كشعب فلسطيني أن نلتف كل الالتفاف وأن نعطي الثقة الكاملة للسيد الرئيس محمود عباس ولمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لأن الكلمة في المحافل الدولية لها أثرها الكبير كما وضح سيادة الرئيس في كلماته السابقة في المحافل الدولية. وجدنا لها أثر كبير في الشارع الفلسطيني وفي الشارع العربي وفي الشارع الدولي. كلنا نقف صفا واحدا خلف السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في وجه هذه المؤامرات التي هدفها هو تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية والغاء حقوق الشعب الفلسطيني. القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الساحة الميدانية والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال. برنامج متواصل من الاجتماعات واللقاءات والإجراءات الكفيلة بتحقيق وتوفير الحماية لشعبنا. من غزة، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. مؤتمر القدس 2023.
تحت رعاية رئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. يقام مؤتمر القدس 2023 في 12 من شباط في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج ملف اليوم في هذا الحديث مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقد استمعنا وتابعنا وإياكم التقرير الذي تطرق إلى موقف القيادة وجهودها السياسية والدبلوماسية النشطة في الأروقة الدولية كما هو الحال العربية وهنا أيضا محليا في ظل التصعيد الإسرائيلي اللافت والخطير الذي يطال مناحي الحياة الفلسطينية المتعددة والذي نشهده على مدار الساعة. دكتور رمزي رباح أهلا بك معنا ومساء الخير لكم. مساء الخير لكم ولجميع الإخوة والأخوات المتابعين والمشاهدين. أهلا بكم دكتور رمزي رباح. تابعت معنا في التقرير التفاف شعبي حول قرارات القيادة برئاسة السيد الرئيس ورفض الضغوط التي تحاول أن تمارس أو تفرض على القيادة في ذهابها المستمر والمتواصل إلى الجهود السياسية والدبلوماسية في داخل فلسطين وفي خارج جامعة طبيعة الحال. يعني هذه التطورات الأخيرة مع هذه الحكومة الجديدة اليمينية والعنصرية في إسرائيل وصلت يعني حدود الاعتداءات والجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من اقتحامات المدن لعمليات الاغتيال والقتل للهدم أو التهديد بالهمد هدم والتهجير في مناطق واسعة وشاسعة خاصة مناطق سي والقدس، وفي إطار حملة الاعتقالات اليومية والمكثفة والمشاريع التي أعلنت عنها هذه الحكومة. وهذا هو الأخطر، مشروع التكثيف الاستيطان والضم للضفة الغربية. أصبح واضحا أننا أمام معركة كبرى تحتاج منا إلى توحيد الموقف الفلسطيني في المواجهة. أي أننا ذاهبون إلى مواجهة فرضها الاحتلال. طبعا الحكومات السابقة كانت تقوم بمثل هذه الأعمال، لكن هذه الحكومة الأكثر تطرفا ووحشية وإجراما إذا شئت، بالتأكيد أوصلت الأمور إلى ذروتها. وكان من بين أهداف هذه الحملات التي قادتها هذه الحكومة إضعاف يعني التأثير على الروح المعنوية والكفاحية عند أبناء الشعب الفلسطيني الذين أيضا تصاعدت مقاومتهم ومواجهتهم لهذه الإجراءات ودفاعهم عن مناطق الفلسطينية والأراضي والمزارع والقرى. كان هدفها كسر روح الإرادة أو الإرادة المتصاعدة في المواجهة، وثانيا الإضعاف الوضع الفلسطيني بشكل عام لتمرير هذا المشروع وهذه هذا المسلسل. من ولكن المتابع على الأرض وجد عكس ذلك من هذا الشعب العظيم، أوجدت معادلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة، ثم أيضا محاولات إضعاف الوضع الفلسطيني بما في السلطة، إنهاك السلطة لدرجة انهيار. كان لابد من وقفة يعني في متجددة في القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا الوضع. نلتحم مع شعبنا، نحمي مقاوميننا، نحمي حقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا ووجودنا وقرانا ومخيماتنا ومدننا في مواجهة هذه الهجمة، وأيضا تصعيد أشكال المقاومة الممكنة الجماهيرية تحديدا لصد هذا العدوان وكسر شوكته على الأرض وفي الميدان. لذلك القيادة كانت يعني تداعت لاجتماعات مكثفة والشهر الماضي في يناير، وقررت ثلاث خطوات مهمة كبداية للمواجهة: وقف الكامل والشامل للتنسيق الأمني، وثانيا دعوة القوى كل الفلسطينية كلها لتحمل مسؤوليتها في ترتيب البيت الداخلي في ثلاث قضايا: توحيد الرؤية الفلسطينية في المواجهة مع هذه الحكومة وإجرامها وتصعيدها، ثانيا يعني تفعيل المقاومة الشعبية بإطار موحد وبإطار قيادة موحدة. هذه الدكتور مسؤولية لكل فصائل وقوى العمل الوطني على الأرض الفلسطينية هي مسؤولية تشاركية. والآن في الاجتماع الأخير قبل يومين جدد التأكيد في القيادة الفلسطينية على دعوة الجميع لاجتماع عاجل للقيادة للقيادة الأولى الفلسطينية حتى على مستوى أمناء عامين، اجتماع يرأسه الرئيس أبو مازن
وهو من بادر الدعوة له، ونأمل الإخوة في حماس والجهاد أن يتجاوب مع الدعوة في أقرب وقت حتى نكون جاهزين للاتفاق على صيغة المواجهة، يعني ببعدها السياسي ببعدها الميداني في إطار مقاومة موحدة وقيادة وطنية موحدة، وأيضا للاستعداد ل يعني توحيد الصف في هذه المواجهة بما يفتح الطريق على إنهاء الانقسام وحوار شامل. وبالتالي النقطة الثالثة كانت التحرك على المستوى الدولي من أوسع الأبواب، مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها خاصة مجزرة جنين والمجازر الأخرى بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا الذهاب لمحكمة العدل الدولية، وأيضا دعوة لجنة تحقيق دولية للحضور يعني الفوري إلى فلسطين، هذه لجنة تحقيق دائمة ومرجعيتها مجلس حقوق الإنسان كما تعلمون للتحقيق بهذه المجزرة. بصراحة هذا أدى إلى تحركات خاصة أمريكية وتفاعلات أمريكية لتهدئة الوضع وممارسة الضغوط على حساب الفلسطينيين. تهدئة بالمناسبة، مارسوا ضغوط كثيرة، 3 مبعوثين أمريكيين على مستوى أول حضروا بشكل متواتر متواصل، رئيس مجلس الأمن القومي ثم رئيس CIA ثم وزير الخارجية بلينكن، وجاء مع طاقم إلى هنا، كلها محاولات الضغط للتراجع عن التنسيق الأمني، كلها محاولات ضغط للتهدئة وبوعود يعني غير قابلة للتحقيق أو التصديق بالأحرى، لأننا طالبنا لا تهدئة في ظل استمرار الاستيطان. وقف الاستيطان وفق القرار 2334 هو الأساس للدخول بأي بحث. النقطة الثانية وقف الإجراءات في القدس وعمليات التهويد التي لم تعد تطال المقدسات فحسب وخاصة المسجد الأقصى، إنما تطال الآن كل جوانب حياة الفلسطينيين بما في المناهج التعليمية ومحاولات أسرتها وهدم البيوت والتهجير كما يجري في المكبر. رفضت المطالب الأمريكية وطرحت بقوة على طاولة اللقاء الاحتياجات والمطالب والحقوق، وقف إرهاب المستوطنين، وقف القتل، وقف اقتحامات مناطق السلطة وكل المناطق الفلسطينية، وقف سرقة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وقف اعتداءات المستوطنين الذين مؤخرا جرى تسليحهم، اعترفوا بتسليح 17,000 جديد، رخصة جديدة للمستوطنين، والآن ينظمونهم في تشكيلات لشن الاعتداءات على الفلسطينيين. لم يعد هدف المستوطنين للعلم فقط تنغيص حياة الفلسطينيين والاعتداء عليهم، أصبح هدفهم الآن تهجير أبناء القرى والمزارع والمناطق المطرفة عمليا، المحاذية للمستوطنات، المستوطنات وخاصة مناطق الأغوار ومسافر يطة إضافة إلى القدس طبعا، مناطق اللي بيسموها إيوان الممتدة من القدس إلى البحر الميت، بهدم حاولوا يهدموا خان الأحمر، و25 قرية وتجمع فلسطيني، بعمليات تطهير عرقي لا يريد الجيش أن يدخل مباشرة عليها، فيرسل المستوطنين بسلسلة اعتداءات وتنغيص على حياة الفلسطينيين وتضييق على حياتهم. وبالتالي هذا كله كان بما في موضوع الأسرى الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن والنساء، وأيضا وقف الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداري، كل هذه قضايا وضمان حقوق الأسرى وعدم التنكيل بهم وفق قوانين بن غفير العنصرية التي تدعو إلى الطرد وسحب الجنسية ومنع الإقامة. بالتالي هذه رزمة المطالب وضعت أمام بلينكن والوفود الأمريكية، وقيل لهم أعطونا ضمانات بذلك إذا أردتم التهدئة، لأن التهدئة من ينتهكها ومن يعمل على تخريب وتنغيص حياة الفلسطينيين وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم هو الاحتلال الإسرائيلي، حكومة نتنياهو هي من تقوم بذلك، أعطونا ضمانات. لم يقدموا أي شيء الأمريكان، قدموا أشياء تافهة وصغيرة بصراحة لا تتصل بواقع القضايا الجوهرية والرئيسية والتي تقرر مصير الحل النهائي، يعني الاستيطان بقرر مصير الحل النهائي، تغيير القدس. وبالتالي نحن نريد أن نحمي حقوقنا
ولذلك أوقفنا التنسيق الأمني وقررنا التصعيد. نعم. طب هذا الرفض، رفض القيادة للمطالب أو الضغوطات، هي ليست مطالب وإنما ضغوطات أمريكية، ضغوطات. نعم. بشكل صريح وعلني، بل وتقديم رزمة الحقوق الفلسطينية التي هي حق لكل مواطنة ومواطن فلسطيني والذي يعيد هذه القضية الفلسطينية، هذا الموقف للقيادة الذي يعيد للقضية الفلسطينية بريقها وواجهها. نعم. مرة أخرى، وهي قضية أحرار، قضية سياسية بامتياز. ما هي أهمية بقاء القيادة في حالة انعقاد دائم، والقيادة اليوم والأمس وغدا هي في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا العدوان الإسرائيلي، كيف يتم إدارة الأمور في ظل هذه الحالة المستمرة من الانعقاد؟ أود أن أكون صريح معكم وبهذا المنبر. نعم. أستاذ حسن، بصراحة القيادة تبحث جديا في إمكانية تكرار مجازر إسرائيلية، تبحث في إمكانية تصعيد اعتداءات إسرائيلية لمحاولة كسر الموقف الفلسطيني، إضعافه. نحن نبحث أيضا بإجراءات تصعيدية جديدة إضافة للموقف الذي اتخذ حتى الآن. الإدارة الأمريكية تنأى بنفسها، هي تنصح نتنياهو بدك تصوتن، اعمل استيطان بدون ضجيج، بدك تضم ضم بشكل صامت، بدك تغير معالم في القدس، غير هم لعمرهم ما لم يتحدثوا عن احتلال. نعم. عن وقف استيطان، لم يتحدثوا إطلاقا عن وقف الاجتياحات والاقتحامات، لم يتحدثوا إطلاقا عن احترام قرارات الشرعية الدولية وخاصة 2334 اللي ما عرضوهن، ما لم يعترضوا عليه في مجلس الأمن. وبالتالي كانوا دائما الأمريكان يحاولوا أن يخففوا من مغالاة وغلواء هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بإجراءاتها العنصرية والفاشية. نعم. لكن ولا مرة طلبوا من الإسرائيليين أن يتوقفوا. وبالتالي أمريكا الآن يعني تعتبر إلى حد بعيد شريك مع إسرائيل. نعم. يعني هذا موقف الإدارة الفعلي، والإدارة الأمريكية لا تنظر لموضوع حل الدولتين أو عملية سياسية بمنظار واقعي. هم يتحدثوا عن الدولتين كشعار كلامي وإعلامي. نعم. لكن يقول الوقت غير مناسب والظروف لا تسمح أن نطلق أي عملية سياسية الآن، وبالتالي علينا أن نبحث عن خياراتنا البديلة كفلسطينيين. خياراتنا البديلة، إحنا عندنا قرار بالمجلس المركزي بشأن مؤتمر دولي. نعم. ومؤتمر دولي ترعاه كل الدول وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بما فيها الصين وروسيا. نعم. علينا أن لا نبقي قنوات العمل السياسي محصورة على الأمريكان. نحن ممكن أن نذهب لتكتلات دولية تقص معنا من دول عدم. نعم. الانحياز، لدول البريكس، لدول أفريقية، أمريكا اللاتينية الآن التي يعني يتواجد في معظم دولها أحزاب يسارية وتقدمية تدعم الشعب الفلسطيني. إلى أي حد دكتور رمزي وجدتم علينا أن نتوجه للعالم الآن على أساس خيارات بديلة الآن؟ نعم. هذا الأمر إلى أي حد وجدتم أن هناك أهمية وموقف داعم من خلال هذه البدائل أو المواقف الدولية البديلة الداعمة للموقف الوطني الفلسطيني الذي تفضلت بالحديث عنه، وفي ظل أيضا الريان على هذا الشعب العظيم؟ هناك رفض الاحتلال، هناك مقاومة مشروعة في كل قرية ومخيم ومدينة، هناك مسيرات سلمية، هناك نشاطات ضد الاستيطان، هناك أبناء شعبنا يواجهون الاستيطان كما تفضلت في المزارع، في القرى، في البلدات المحاذية لمعسكرات الاحتلال، وبالتالي وهناك أيضا إسناد وموقف سياسي فلسطيني داعم ومؤازر لهذا الموقف، والأمور تسير بشكل جيد. ولكن كيف تنظرون لأهمية الموقف الدولي الذي تفضلت بالحديث عنه أن يكون داعما مؤازرا لهذا المسعى الوطني الفلسطيني الحر؟ يعني الموقف الدولي بصراحة بالتصويتات التي جرت في اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة ثم في الجمعية العامة بأكثرية بحالة قضية الاحتلال العنصري الاستيطاني الاستعماري، إلى فتوى محكمة العدل الدولية، بقرار التحرك الآن باتجاه المحكمة الجنائية الدولية والانضمام. بالمناسبة الأمريكان أحد الضغوط التي مارسوها على القيادة الفلسطينية. نعم. باللقاءات التي وقعت قبل أيام كانت عدم الذهاب للمحكمة، محكمة العدل الدولية، كانت عدم الانضمام لمنظمات دولية مؤثرة ومهمة جدا، وبالتالي ضبط ما يسمى المقاومة الشعبية وأنه نفذ خطة أمنية وغيره، كل هذا رفض عمليا. الإصرار الآن على التحرك الدولي له ثلاث أهداف: أولا دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال، هذا مهم جدا. نعم. التضامن والمساندة والدعم للشعب الفلسطيني وإعطاء مشروعية لحقه في المقاومة ضد الاحتلال
لإفشال مخططاته ومشاريعه. النقطة الثانية دعم التحرك الدولي في إدانة ومحاسبة وعزل إسرائيل ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال، بما في ذلك التحرك الخاص بمناهضة الفصل العنصري الذي يمكن أن يعني يترتب عليه مؤتمرات إقليمية أو مؤتمرات دولية كما نعمل في الدائرة الآن بمنظمة التحرير. والنقطة الثالثة أن الموقف الفلسطيني الموحد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، قرارات الشرعية الدولية كأساس لأي حل وتسوية، إنهاء الاحتلال والاستيطان، دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس، وحق العودة للاجئين. هذا حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبالتالي حق تقرير المصير للفلسطينيين يصطدم بالاحتلال. من يريد للشعب الفلسطيني أن يمارس حقه المشروع في تقرير المصير ويؤيد هذا الحق عليه أن ينبذ ويدعم الفلسطينيين لإنهاء الاحتلال والاستيطان بكل المحافل. نعم. هناك إجراءات أيضا يمكن أن نتخذها، بمعنى إذا كان إسرائيل بدها تلعب بأموال المقاصة الفلسطينية، نحن كما تفعل الآن، كما تفعل الآن كل شهر، نعمل على إعلان المقاطعة الشاملة للبضائع الإسرائيلية ونبحث عن بدائل. إذا كانت إسرائيل تريد أن تستمر في يعني اقتحامات المدن وعمليات القتل وكذا، إحنا كفلسطينيين واقتحامات القرى والحرق البيوت والسيارات وتحطيم السيارات وقطع الطرق كما تقوم مع المستوطنين الذين أصبحوا الآن جيش احتياط كامل، بن غفير يسلحهم ويعني يصنفهم في تشكيلات مقاتلة، وبالتالي والجيش الإسرائيلي يدربهم ويحميهم. نحن معنيون أيضا أن نؤمن لجان حراسي وحماية لقرانا، لأحياء مدننا، لمخيماتنا. نعم. وهذه عملية نشترك بها جميعا، فصائل وقوى ومؤسسات مجتمع مدني، حتى لا يجري معنا كما جرى مع الدوابشي أو كما جرى مع حرق المنزل مؤخرا. نعم. في دور مصعية. نعم. ونحن نتابع على مدار الساعة عدوان هذا المستوطنين على المواطنين. طيب. وممتلكاتهم بأسلحة نارية تارة وبحرائق تارة أخرى، وبغطاء من حكومة إسرائيل وبحماية من جيشها ورعاية كاملة من الإدارة المدنية الآن التي أصبحت تبعيتها لم تعد للحكم العسكري كما كان السابق، أصبح الآن لسموتريش. الإدارة المدنية تتبع ومنسق الحكومة أيضا يتبع لسموتريتش، وبالتالي نحن أمام يعني تحضيرات وتشريعات لهجم شامل ضد شعبنا، علينا أن نكون في مستواها، وهذا يعني مقاومة شعبية موحدة، هذا يعني تحرك على المستوى الدولي، وهذا يعني ترتيب وضعنا الداخلي بصراحة الذي استنزفنا كثيرا. نعم. إسرائيل تحاول والأمريكان يحاول عبر وسطاء أن يفرضوا تهدئة في غزة لفصل غزة عن الضفة، ويحاول هنا أن يفرضوا تهدئة من خلال شروط مجحفة علينا كفلسطينيين لن نقبل بها. نعم. نحن لدينا قرارات المجلس المركزي، بدأنا بوقف التنسيق الأمني والدعوة لترتيب البيت الداخلي. نعم. والتحرك الدولي، نكمل على القرارات المجلس المركزي كلها. بصراحة نحن نبحث عن ونناقش استراتيجية وطنية جديدة الآن. نعم. المرحلة السابقة لم تعد خياراتها مناسبة بعد أن دمرت من قبل إسرائيل وبدعم أمريكي. الخيارات أمامنا الآن أن نذهب لقرارات شرعية دولية، لمؤتمر دولي، أن نعمل على إنضاج الحالة، وهذه تحتاج لموازين قوى تفرض بصمود شعبنا ومقاومته ومواجهته لمخططات الاحتلال على الأرض. الإدارة الأمريكية تريد إسرائيل قوة احتياط إقليمية رئيسية في حربها الكونية ضد روسيا والصين وإيران، ولذلك تتفق معهم على الاستراتيجيات الكبرى، ولذلك يتحدث بايدن وبلينكين عن أن أمن إسرائيل وتفوق إسرائيل وحصانة إسرائيل فوق كل اعتبار، مصالح إسرائيل أولا في المنطقة ثم نبحث بالقضايا الأخرى، ولذلك لأن إسرائيل تعتبر حليف استراتيجي في هذه المعركة العالمية أو الكونية التي تخوض الإدارة الأمريكية لمنع يعني نشوء هذا النظام الجديد الذي يتشكل الآن المتعدد الأقطاب. نعم. والنظام الذي يمكن أن نستفيد منه كفلسطينيين يعني بفرض حلول مدعومة بقوى إقليمية ودولية جديدة، بعيدا عن التفرد الأمريكي الذي أضعف المنطقة وفككها وفتتها وأثار الحروب والاضطرابات الداخلية في الدول. نعم. العربية وما بينها،
هذا كله يعني تغيير في صالحنا. نعم. لكن نحن علينا بجهدنا الذاتي، نعم، بدورنا الذاتي كفلسطينيين أن نبني هذه المعادلة، نعم، بالذهاب لتطبيق قرارات المجلس المركزي واستراتيجية، نعم، جديدة فلسطينية يتوحد الجميع في ظلها عمليا. نعم. وبالمناسبة مستندين لقرارات الإجماع الوطني، نعم، في المجلس الوطني، في المجلس المركزي، في مخرجات الاجتماع الأمناء العامين في 3/9/2021. وبالتالي نحن يعني لدينا، نعم، ما ننطلق به. لدينا اتفاقات الحوار الوطني في 2017 في إطار منظمة التحرير، نبني، نعم، وحدتنا، نعم، ونواصل مشروعنا التحرري الوطني الآن في هذه المعركة المصيرية. نحن مع شعبنا وملتحمين، نعم، مع شعبنا وحمايته وحماية أرضنا وثوابتنا الوطنية. بارك الله بك دكتور رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. هذه مشاركة طيبة معنا في ملف اليوم. ومشاركة كرام في محور الثاني يتحدث حول أيضا مؤتمر القدس ومشاركة السيد الرئيس وحضوره في القاهرة. هذا المؤتمر الذي يحمل معاني ومضامين في غاية الأهمية. القدس كانت وما زالت وستبقى حاضرة في أذهاننا وعقائدنا، وهي القضية المركزية الأولى للعرب وللمسلمين أينما وجدوا، كما هو الحال القضية الفلسطينية برمتها. وبالتالي نعول كثيرا على هذا المؤتمر وهذه المشاركة الفاعلة من مختلف الدول لإنجاح هذا المؤتمر الذي يحمل هذا المضمون وهذا المعنى السياسي والاقتصادي وأيضا الوطني الداعم للقضية الوطنية الفلسطينية والقدس التي تتعرض لهذه الحملة البشعة من التهويد والأسرى الإسرائيلية. ولكن ننظر دائما إلى أبناء شعبنا، إلى المقدسيين الصامدين الثابتين المرابطين القابضين على جمر الثبات والمقاومة رغما عن الاحتلال. تابعوا معنا هذا التقرير ونكون معكم في المحور الثاني. مؤتمر القدس 2023 تحت رعاية رئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. يقام مؤتمر القدس 2023 في 12 من شباط في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. يعقد مؤتمر دعم القدس في 12 من شهر شباط الجاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وذلك بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس ووزراء خارجية الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدولي. ويأتي ذلك ترجمة لقرارات القمة العربية في دورتها 31 والتي عقدت بالجزائر. مؤتمر دعم القدس سيبحث ويستعرض كافة السبل لدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية، وذلك عبر عدة مسارات، أولاها السياسية والقانونية في ظل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقائم بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والسياسات العنصرية الإسرائيلية في القدس مثل الاستيطان والتهجير القسري، فهاتان الجريمتان الإسرائيليتان اللتان ترتكبان بطريقة ممنهجة من قبل الاحتلال، كما يأتي ذلك ضمن سياسات الأسرلة. وإلى جانب ذلك سيكون المسار الاقتصادي حاضرا على طاولة المؤتمرين، وسيناقش بعمق فرص الاستثمار وما تحتاجه مدينة القدس من تنمية لقطاعاتها الحيوية وسبل تمكين المقدسيين من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية كقضية الإسكان في مدينة القدس وسبل الاستثمار في هذا القطاع ودعمه وتنميته، إلى جانب مسألة تنمية القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. كما ستتم مناقشة مسألة الثقافة والسياحة وسبل الاستثمار والدعم لهذين القطاعين الحيويين ومواضيع أخرى كتمكين ودعم قطاع الشباب والمرأة في القدس. ويحمل المؤتمر أهمية كبرى، خاصة أنه يأتي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها وزيادة وتيرة التهويد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف
التي تستهدف تدمير حل الدولتين والاستفراد بمدينة القدس ومحاولة عزلها وطمس هويتها. لبرنامج ملف اليوم وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. مؤتمر القدس 2023 تحت رعاية رئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. يقام مؤتمر القدس 2023 في 12 من شباط في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. إذن مؤتمر القدس يحمل معاني ومضامين في غاية الأهمية، ويأتي في ظل ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد إذا ما نظرنا إلى هذا التصعيد الإسرائيلي في قلب القدس ومحيطها العربي في الفلسطيني في مدننا وقرانا ومخيماتنا. وبالتالي فإننا كفلسطينيين نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر أن يتجاوز كلمات التضامن وإن كانت في غاية الأهمية، وعبارات الإدانة وإن كانت أيضا في غاية الأهمية، إلى أن نذهب إلى حيز الفعل ومربع التنفيذ في دعم القدس بكل أشكالها وصورها، صور الدعم والإسناد للمقدسيين الصامدين الثابتين المرابطين في قلب القدس. ما أحوجنا إلى هذه الوقفة العربية الإسلامية لنصرة القدس، ونحن نواجه لحظة بعد أخرى هذا التصعيد الإسرائيلي وسياسات الاستيطان وسياسات نهب الأرض والاعتداء على الممتلكات وإطلاق الرصاص على المواطنين. هذا برمته تدعي منا جميعا كعرب ومسلمين أن نقف داعمين مؤازرين مساندين للقدس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين أينما وجدوا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في المحور الثاني. يسعدنا ورحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ فادي الهدمي وزير شؤون القدس. أهلا بكم ومساء الخير لكم معالي الوزير. مساء الخير، أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين. أهلا بكم سيد فادي. مؤتمر القدس 2023، أهمية هذا المؤتمر، هذا المؤتمر الذي ينعقد في مقر جامعة الدول العربية بحضور ومشاركة السيد الرئيس محمود عباس في ظل هذا الوقت الذي تشهد فلسطين من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، وأيضا ضوء أخضر للمستوطنين. يعني بداية بدأ التخطيط إلى هذا المؤتمر بتوجيهات السيد الرئيس وتعليمات دولة رئيس وزراء منذ شهر 7 الماضي في سنة 2022. نعم. وأيضا ذهبنا إلى القاهرة في ديسمبر الماضي وتم تحديد الموعد في 12 فبراير. كما تفضلت، اللحظات فارقة ما تتعرض له القدس وفلسطين عامة في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والمتغطرسة على الحجر والبشر والمقدسات وعلى رأس المسجد الأقصى المبارك. فالتوقيت هو توقيت سليم فيما يخص التحدي الكبير أمام المقدسيين وأمام الفلسطينيين جراء كل ما يجري في القدس. والرسالة واضحة بأن القدس نحن كفلسطينيين وكمقدسيين لنا الشرف أننا في الصفوف الأمامية في الدفاع عن أولى القبلتين، عن المسجد الأقصى وعن كنيسة القيامة، ولكن القدس لها كل المعاني العربية والإسلامية التي يتم تجسيدها في هذا المؤتمر في بعدها السياسي وفي التوقيت السليم. أيضا المؤتمر يتحدث عن بعد قانوني، نحن عندما نسعى في البعد القانوني في مربع شراء الزمن. ولكن القضايا التي يتم متابعتها في القدس من خلال هذا المؤتمر وبحضور الخبراء والقانونيين العرب سوف تكون هناك متابعة منسجمة مع برنامج الدبلوماسية الفلسطينية ووزارة الخارجية والقيادة الفلسطينية فيما يخص رفع ما يجري من انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأممية في القدس، إلى
المحاكم الدولية وإلى الجنائية. فبالتالي هناك عملية، وأحد مخرجات هذا المؤتمر العملية أن يتم عملية مزاوجة المتابعة القانونية المحلية تحت إطار شراء الزمن ببعدها الدولي، لتكون مكملة لجهد القيادة الفلسطينية في متابعة ما يجري على الأرض من انتهاك في أبعادها الدولية. وأيضا كانت يعني توجيهات السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء على أن يكون هذا المؤتمر مختلفا هذه المرة. نحن لا نريد أن نشخص المشاكل وأن نبكي على الأطلال. أسهبنا في تشخيص المشاكل، ما نريد من أمتنا العربية وخصوصا في هذه الظروف الفارقة التي تحدثنا عنها من استيطان ومن حرب الديموغرافيا والجغرافيا، إلى أن تكون هناك تدخلات عملية واضحة. لهذا هناك محور أساسي يخص البعد الاقتصادي التنموي الاستثماري. نعم. عندما نتحدث بمعنى فرص استثمار في القدس. نعم نعم نعم. عندما نتحدث عن التنمية نتحدث عن تكاملية في منظومة تعزيز الصمود. نحن في وزارة شؤون القدس وفي كل الطيف المقدسي والمرجعيات المقدسية والمؤسسة الرسمية الفلسطينية نتعامل مع كل المجريات على الأرض، ما يجري من هجوم من على البشر والحجر، وما يجري في سلوان، وما يجري في الشيخ جراح، وما يجري في كل بقعة من أراضي القدس. ولكن أيضا هناك نظرة استراتيجية فيما يخص بعد الإسكان، الصحة، التعليم. هناك خطط، ولكن هذه الخطط هي بحاجة إلى هذا المدد من المال، وسوف يتم طرح مشاريع محددة قابلة للتنفيذ ببعدها التنموي وببعدها الاستثماري. أيضا ما يميز هذا المؤتمر أن الحضور حضور رفيع، وهناك كان يعني تعهد ومن أمين عام جامعة الدول العربية لإنجاح هذا المؤتمر. وجامعة الدول العربية عندما ذهبنا في شهر 7 وفي شهر ديسمبر الماضي لمسنا جدية كبرى في أن يعني هذا المؤتمر يكون رفيع من حيث التمثيل. وطبعا سوف يكون بحضور السيد الرئيس، وأيضا هناك تأكيدات من وزير خارجية الأردن ومن وزير خارجية تونس ولبنان والكويت ووزراء دولة، وهناك العديد من المسؤولين الرسميين الذين أكدوا حضورهم، ناهيك عن الصناديق العربية وعن كل الأبعاد والأذرع التنموية وعن رجال الأعمال الفلسطينيين والمقدسيين. نعم. وأيضا العرب الذين سوف يكونوا في هذا الحشد. عندما خططنا إلى هذا المؤتمر كان صوب أعيننا أن لا نعيد أنفسنا، وأن لا يكون هذا المؤتمر هو تكرار إلى مربع تشخيص المشاكل. نعم. أهلي المقدسيين لا يتوقعون من هذا المؤتمر أن نشخص فقط المشاكل. نعم. ما أخذا في عين الاعتبار أن هذا الحشد السياسي الرفيع وبحضور السيد الرئيس له كل الدلالات السياسية أن نعيد دفة البوصلة على أن القدس بمسؤوليتها العربية، وعلى أن يتحمل أمتنا العربية كل المسؤوليات المنوطة بهم بما يخص القدس ومقدساتها. هذا جانب البعد السياسي، وأهمية توقيت هذا المؤتمر مهم، ولكن أيضا محتوى ومضمون سواء كان القانوني كمخرج محدد. نعم. وأيضا المشاريع المطروحة. المشاريع المطروحة هي مشاريع بلغة المشاريع هي قابلة للتنفيذ، لا نشخص، إنما فقط عندما نتحدث عن دعم. نعم. قطاع التعليم في القدس نتحدث عن احتياج حقيقي فيما يخص كل السياسات الإسرائيلية في أسرى للتعليم وحرب التعليم. عندما نتحدث عن المدارس وعن شراء المدارس وعن بناء المدارس، تدخلات محددة تم دراستها
ويمكن تنفيذها، ما ينقصها طيب فقط المال. هل تعتقد يعني سيد فادي الهدمي وزير شؤون القدس أن الحديث بهذه المحاور، المحور السياسي والقانوني والاقتصادي وما تحدث أيضا موضوع الصحة والتعليم، وهي قضايا في غاية الأهمية لكل مواطنة ومواطن في قلب القدس، وهم يواجهون هذا الترحيل والتنكيل من قبل دولة الاحتلال إسرائيل بهم، وأيضا هذا يعيد الواجهة مرة أخرى إلى أن القدس حاضرة ليس فقط في أذهان الفلسطينيين، وإنما أيضا في أذهان وأفئدة وعقول العرب أو على مدار الساعة، وهذه الجمهرة السياسية، هذا الحشد السياسي الذي يدلل المرة الأخرى على أن فلسطين ليست وحدها، ونتطلع دائما إلى هذا الموقف السياسي، ولكن كما أشرت في بداية مقدمة هذا المحور أن يكون كترجمة لهذه الأفعال. ما هي المخرجات التي نتوقعها كفلسطينيين أو تتوقعوها كوزارة شؤون القدس من هذا المؤتمر؟ يعني كما تفضلت هناك مخرجات محددة بالبعد السياسي، نريد التأكيد في هذا التوقيت الفارق على أن القدس ومقدساتها هي يتم ترجمة هذا التضامن، الخطاب العربي في كل يعني كل المحافل العربية، سواء كان ذلك على مستوى القمم وآخرها قمة الجزائر، الموقف السياسي هو موقف يعني موقف يتضامن مع القضية الفلسطينية ومع القدس، ولكن لا يتم ترجمته في تدخلات عملية. أردنا من خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك تأكيد بالبعد السياسي على أن الأمة العربية في هذا التوقيت الفارق موجودة في دعم قضية القدس وقضية فلسطين، هذا جانب. والمخرج الثاني والبعد الثاني لهذا المؤتمر أن يكون هناك حاضنة وداعمة قانونية عربية ترتقي إلى رفع مستوى التدخلات وكل المعارك التي نخوضها فلسطينيا ومقدسيا في الدفاع عن الشيخ جراح وعن بطن الهوى وعن البستان وعن كل بقعة من القدس، أن تكون هناك فريق متكامل عربي مختص يتابع ويكمل الجهد الدولي. وأيضا في البعد الاقتصادي هناك كما ذكرت مشاريع محددة تحاكي موضوع التعليم، التعليم يتعرض إلى حرب ضروس من أجل ضرب الرواية، من أجل تلويث فكر الأجيال القادمة، من أجل يعني فرض المنهاج الإسرائيلي ومحاربة المنهاج الفلسطيني. هناك شح في الغرف الصفية، هناك حاجة إلى صندوق يكون داعم إلى كل التدخلات التي نقوم بها، ولكن أمام الهجمة الشرسة الإسرائيلية هناك شباب في القدس لا يستطيعون أن يسكنوا بسبب ارتفاع سعر الشقق في القدس، فبالتالي أحد التدخلات المطروحة شقق يمكن أن تتوفر للأزواج الشابة ضمن منظومة تعزيز الصمود ومحاربة إسرائيل التي تبني الاستيطان وتهدم المنازل. نحن نحاول أيضا في المقابل أن نوفر فرص ومساكن محددة، وأتحدث عن مشاريع وأتحدث عن أماكن يمكن أن نحدث فيها تدخل. أيضا فيما يخص القطاع الصحي في القدس، بما يخص الحفاظ على البعد الاقتصادي السياحي، لم يبنى في القدس على سبيل المثال ولا فندق منذ فترة الستينيات، لم يبنى أي فندق، هناك 20 فندق في القدس تم بناء فترة الستينيات. وعندما توجهنا إلى جامعة الدول العربية قلنا لهم يجب أن يكون هناك استثمار عربي في عملية الحفاظ على البعد السياحي الاقتصادي للقدس من خلال التدخلات في هذا البعد المهم وهذا المكون الاقتصادي المهم.
أيضا هناك صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كيف ندعم الشباب والمشاريع الريادية والأفكار الإبداعية للشباب المقدسي. نعم. فبالتالي كل الحديث عن مخرجات، هناك مخرجات محددة، هناك مشاريع تم دراستها بلغة المشاريع وبلغة التنمية تحاكي الواقع، ويمكن تنفيذها ضمن كل الضغوطات الإسرائيلية والتعقيدات الإسرائيلية. يعني نحاول أن نخرج من دائرة تشخيص المشاكل إلى أن نقدم ما يلامس نبض الشارع المقدسي. هل تم الإعداد جيدا للأوراق التي ستقدم في هذا المؤتمر باغي الأهمية، ونحن نستثمر وجود كل هذه الطاقات العربية من المسؤولين من المستوى الرفيع وحضورهم واستماعهم إلى هذه المداخلات التي تقدم وتطرح في هذا المؤتمر الذي يحمل اسم القدس؟ وماذا لدينا كفلسطينيين أكبر من أن يحمل هذا المؤتمر اسم القدس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين؟ يعني منذ أن بدأ التحضير إلى هذا المؤتمر وتم تحديد الموعد، كان هناك ماكنة عمل فلسطينية متمثلة بكل مرجعيات القدس الرسمية، الكل كان يعمل على قلب رجل واحد فيما يخص التحضيرات والتفاصيل، وكل شخص كان له دور في هذا المؤتمر، سواء كان في التحضير أو في تحضير الأوراق، وأيضا وزارة الخارجية الفلسطينية في إدارة التي تدير الملف الدولي والعلاقة مع جامعة الدول العربية، وأيضا كل مندوبية فلسطين وسفارة فلسطين وقطاع فلسطين في القاهرة. كان هناك عمل فلسطيني مهني رفيع بتوجيهات القيادة الفلسطينية من أجل عمل مؤتمر مختلف يرتقي إلى الحدث السياسي. نحن مدركين كمسؤولين فلسطينيين على أن هناك هم كبير على عاتق أهلي المقدسيين، هناك هجمة، هناك توقع، هناك كذا، فبالتالي كان هناك تحضيرات على أن يكون كل واحد له دور في عملية صياغة هذا البرنامج لهذا المؤتمر بشكل متكامل، بشكل ماكنة عمل منسجمة. أيضا كان هناك العديد من القطاعات المجتمعية والبؤرية من أجل تحديد الاحتياجات. يعني عندما نتحدث عن احتياجات التعليم لم تأتي من المريخ، كان هناك احتياجات حقيقية ودراسة الاحتياجات بشكل علمي وبشكل ممنهج. وأيضا كان في بالنا دائما نحن نتعامل في القدس في مربعين، في ركيزتين أساسيتين، هناك هجمة على مفصل كل مفاصل القدس فيما يخص الإسكان وفيما يخص الاستيطان والهدم والمسجد الأقصى وكل هذا الطغيان الإسرائيلي على البشر والحجر في القدس. نتعامل مع الحالة الطارئة، ولكن دائما نقول لا نغفل على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، يجب أن نجسدها ويجب أن نشتري بها زمنا ببعدها الاستراتيجي التكاملية بين منظومة تعزيز الصمود وأن يكون هناك منسجمة مع هذه الهجمة ومع هذه الغطرسة ومع هذا السياسة الإحلالية التي لا تريد لهذا الوجود الفلسطيني الإسلامي المسيحي بأن يكون، ولكن بالبعد الاستراتيجي للحفاظ على أخي العزيز إسرائيل. القوى القائمة بالاحتلال لديها فكر في عملية وضع وتغيير الوقائع على الأرض، تقوم هذا في جبهة المسجد الأقصى تقوم هذا بشكل ممنهج وبشكل استراتيجي وبشكل علمي وترصد المال. ما نقوم به نحن وهذه المبادرة من أجل أيضا كل هذا التخطيط الاستراتيجي أن ينفذ من خلال محاولتنا لحشد كل هذا الدعم بتدخلات محددة تؤتي أكلها ويلامس أثرها
المواطن نعم. المقدسي بما يخص هذا. طيب سيد فادي، هذا المؤتمر بما يحمله من أهمية كبيرة يأتي متزامنا مع في قلب إسرائيل، في داخل إسرائيل، حكومة اليمين المتطرف التي يقودها سموتريتش ونتنياهو وبن غفير الذاهبون إلى مزيد من التصعيد والعنف والقتل والدماء، الإعدامات الميدانية في قلب القدس كما هو الحال في نابلس وجنين وطول كرم وقلقيلية، على مدار الساعة هناك عدوان إسرائيلي. كيف ترون أهمية تسليط الضوء من خلال هذا المؤتمر على هذه الجرائم الإسرائيلية وأهمية نصرة القدس؟ نصرة القدس هي نصرة فلسطين، والقدس هي عاصمة فلسطين، وهي دائما تهوي لها الأفئدة والقلوب، دائما لنراها دائما محررة وعصية كما هي على الانكسار الذي تسعى دولة الاحتلال إسرائيل لكسر إرادة وصمود المقدسيين عبر طرق أشرت لها متعددة. يعني كما تفضلت، نحن أمام حكومة يمنية ليس لها مثيل في عملية التطرف، في عملية بناء في نظام الفصل العنصري الأبرتايد. نحن نتحدث عن حالة متقدمة في عملية القمع وفي عملية السكوت الدولي على كل ما تقترفه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على المقدسات وعلى تغيير الوضع الزماني والمكاني في القدس. فبالتالي سوف نسلط ونؤكد على ما يجري بالقدس، ولكن ونعزز الموقف العربي بخطابه السياسي، ولكن أيضا أن نقدم الحلول والتدخلات. يعني هناك عرض للواقع، هناك تسليط ضوء على ما يجري من عملية انتهاك ومن عملية يعني تشسيد لنظام الفصل العنصري، ولكن ما نقوم به أيضا هو عملية تقديم الحلول. يعني نحن في هذا المؤتمر لا ليس فقط سوف نقدم ما يعرفه أهلنا من عملية تطهير عرقي وكذا سوف نؤكد عليه، ولكن سوف أيضا نكون هناك عملية ربط بتجسيد الموقف السياسي والدباجة السياسية التقليدية التي لا تكون في القرارات وفي البيانات إلا داعمة إلى الموقف الفلسطيني، ولكن أهل القدس لا يريدوا فقط بيانات ومواقف نحترمها ونقدرها ونجل هذه المواقف، ولكن نريد أن يتم ترجمة الموقف السياسي إلى تدخلات تحاكي الواقع المرير الذي يعاني منه المقدسي بكل يوم. فبالتالي هذا ما يميز هذا المؤتمر، أننا نخرج من حيز التشخيص للواقع بتدخلات الواقع صعب، واقع مرير في فترة سياسية. يعني لا تريد، إحنا عندما نرى ونتابع في وزارة القدس الماكنة الإسرائيلية، هذا التسونامي الذي يقدم الأرض ويقدم ويريد من القدس عاصمة فلسطين القدس الشرقية أن تكون جيتو صغير منصهر فيما يسمونه بحدود بلدية القدس الكبرى، نريد أن نطرق باب الخزان ونؤكد على أمتنا العربية على أن القدس هي لها رابط في وجدان الأمة العربية، ولكن بالتدخل بالمواقف المتقدمة بزيارة القدس. نعم. أيضا هناك تأكيد على أن الزيارة لا تكون إلا من خلال البوابة الرسمية الشرعية الفلسطينية. لطالما أكدت القيادة الفلسطينية على أن يكون هناك نصرة من أمتنا العربية من خلال البوابة الرسمية الفلسطينية إلى القدس لشد أزر المقدسيين. فبالتالي وأيضا هناك أفكار أنا ذكرت، وهنا أتحدث عن دراسة جدوى، أتحدث عن الفنادق والقيمة الاقتصادية للقدس، لا نتحدث هيك اعتباطا أو كذا. هناك مخطط إسرائيلي اسمه مخطط مركز المدينة، يريد أن يضرب ويريد أن يقسم القيمة التنافسية للاقتصاد السياحي في القدس، لأن القدس هي فيها المقدسات، هي فيها كنيسة القدس الشرقية، فيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، هم يريدون أن يضربوا هذه القيمة. فبالتالي تدخلاتنا هي تدخلات عملية بصورة علمية.
تعمل عملية مزاوجة وتطبيق للموقف السياسي الذي نحترمه في دعم القدس بالخطاب السياسي ليتم ترجمته بقضايا محددة وتفصيلية تم دراستها بعناية. نعم، أشكرك السيد فادي الهدمي وزير شؤون القدس على هذه المشاركة الطيبة في برنامج ملف اليوم، ونجدد التذكير مرة أخرى بأن هذا المؤتمر مؤتمر القدس 2023 يحمل أهمية كبيرة، ونحن كفلسطينيين نتطلع دائما إلى مخرجات هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل ظروف صعبة ودقيقة وغاية الصعوبة، والقدس تستحق منا الكثير، ليس فقط نحن المرابطين في قلب القدس ومحيطها وأكنافها، وإنما أيضا هي مسؤولية عربية وإسلامية، وبالتالي هذا موقف وهذا المؤتمر إنما هو مساحة، إنما هو نافذة بالإمكان من خلالها أن نسهم في دعم القدس وتعزيز صمودها وثباتها في بقائها المستمر والمتواصل في مواجهة الاحتلال، الساعي دائما إلى تقويض وجود المقدسيين، وهذه القدس التي تحمل هذه الرسالة، الرسالة الدينية، الرسالة التاريخية، الحضارية، القيمية الكبيرة، ليس فقط لنا كفلسطينيين وإنما للعرب والمسلمين أينما وجدوا ولأحرار العالم أيضا. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم نشكركم على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا حسن أبو روب وطاقم العمل يحيونكم دائما، والزميل يوسف عادي في الإخراج. إلى اللقاء. مؤتمر القدس 2023 تحت رعاية رئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. يقام مؤتمر القدس 2023 في 12 من شباط في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.